تحية لقواتنا المسلحة والتي لم يبخل منها جنديا واحدا بدمه في سبيل أمن واستقرار مصر. لذا فمن أبناء مصر نرجو أن يتقبلوا إهدائنا لهم مهرجاننا الثالث. الجوهر نبحث دائما عن جوهر من الكلمة البسيطة من النفس الذي يخرج كده بين شفايف الروح تتكلم عطرا عن أسى عن فرح عن شيء أي شيء معبر فيه عن نوادينا وبخاصة ونحن أصحاب درجة عالية جدا من القدرات الأدبية الإبداعية التعبيرية هي فن السينما. لما نكون بصدد فن السينما نحن أمام مسؤولية ضخمة. بنرحب بالفنان ماجد المصري معنا في بوابة أخبار اليوم. اهلا بيكي واهلا ببوابه اخبار اليوم الجامده جدا. بنبارك لك ان انت النهارده عضو لجنه تحكيم مهرجان كام. كلمني عن الدوره الثالثه دي، شايفها ازاي؟ هي الدوره الثالثه وانا اخترت من ضمن اعضاء لجنه التحكيم وده شرف ليا طبعا، واتمنى اكون موجود لان انا مرتبط بعمل هغيبا مصر يمكن شهرين ونص او ثلاث شهور، وده يبقى صعب جدا عليا لان مصر دي غاليه قوي بالنسبه لي، ولكن هو للعمل لأكثر والأقل يعني. بنرحب الأستاذة إيمان نجم وكيل وزارة الثقافة معنا في بوابة أخبار اليوم. أهلا وسهلا بيكي وأهلا بالفريق العمل كله. بنبارك لك على الدورة الثالثة لمهرجان كام، وحضرتك عضوة لجنة التحكيم في المهرجان، كلميني عن الدورة دي. تباركولي جميل، لا انتوا تباركوا بقى لإدارة المهرجان والمجموعة اللي حقيقي بذلت مجهود رائع انها تطلع حاجة زي دي حقيقي في الوقت الحالي. لا يعني انتوا تباركوا لنا احنا كمدعمين، لان احنا مثلا لو حتى وزارة الثقافة ان انا دعيت، انا مجرد مدعوة ومدعوة لاني اكون عضو لجنة التحكيم، انا شرفت بذلك وشرفت اني اقوم بدور زي ده في وقت طبعا انتوا شايفين يعني احنا نتمنى في كل وقت ان يعني ان المصريين يشتغلوا بكل ما عندهم، يقوموا بنشاطات ثقافية، يعني احنا في الوقت ده فعلا محتاجين لكده. النشاط اللي انا شايفاه ده نشاط رائع. السينما انت عارفه السينما وصناعه السينما وصناعه السينما المصريه وقد ايه السينما دي شيء مهم، يعني احنا الفن كله طلع من عند مصر، فكون ان حتى ان هو يطلعوا نشاط رائع، نشاط ثقافي، الفكره انك انت تجمعي 22 دوله في الوقت ده، ده شيء رائع، شيء بحييهم عليه، بحيي إدارة المهرجان، بحيي المجتمع المدني، وعلى فكرة دي مجتمع مدني بكل فعالياته، يعني ده شغل مجتمع مدني بيقوم نشاط ثقافي بتدعمه وزارة الثقافة وبندعمه أشخاص زينا لشخصنا، يعني تحس إن هو مجهود فردي بنحب نعمله قوي ليهم. شايف أهم ما يميز الدورة الثالثة المهرجان كام؟ إيه هي؟ والله أهم ما يميزها أنا حسيت إهداء الدورة للقوات المسلحة، دي أنا شايفها فعلا فيها حاسة إن هي يعني مدية ثيم أو لون للمهرجان، بلس إن أنا شايفة برضو وجود فنان قدير زي محمود ياسين إنه يكون رئيس شرف وإنه يكون موجود، يعني أنا شايفها في حب مصر، أنا حتى كده في إنه هو بيحب مصر جاي عشان يعني، فطبعا وجوده ده في حد ذاته مع القوات المسلحة مع انتصارات أكتوبر مع ثورة 25 يناير مع 30 يونيو مع 26 يونيو، فالعملية كلها عاملة ميكشر عارفة أنت، فتحسي لا أنا شايفة الدورة دي فيها طبعا لا شكل تاني عن الدورة اللي فاتت. شايفة المهرجان ده مهرجان وليد أصلا، يعني ده مهرجان من المهرجانات اللي هي اللي تحسنا ببيبي كده بيكبر، يعني اكيد لو انت لقيتي فيه اي حاجه حلوه هتلاقيه لافت نظرك جدا، لان طبعا انت عارفه المهرجانات بتميزها ايه، بيميزها ان بيبقى يعني 30 سنه مش عارف مهرجان القاهره الدوره 37 عندنا مهرجان القاهره ما شاء الله، مهرجان مش عارفه ايه مهرجان الشارقه مش عارفه كم سنه، مع ان مهرجان الشارقه لا يعتبر قليل يعني بس 10 سنين 15 سنه، يعني عايزه اقول المهرجانات تملي تقاس بالزمن، فانا عايز اقول ان هذا مهرجان وليد، مهرجان لسه بيطلع في النور وبيكبر وبنكبره، فكون ان فنان كبير يجي، كون ان احنا نهديه للقوات المسلحه ده شيء انا اعتز بيه، فلا انا سعيده بالنشاط ده قوي قوي قوي. بشكرك جدا معانا، ميرسي جدا ليك. ميرسي ميرسي يا فندم، ميرسي، اشكرك.